اليوم وصلنا الى جوبي كار، وادي في غربة ناغورني غربة، يعني نصب مدهش للغاية. سأصوره لكم دون أن نعطي لكم التفاصيل. النصب عبارة عن وجه نمر وأطراف النمر، صخرة أو جبل تم نحته قبل ما يقارب 9 سنوات 9 أو 10 سنوات بهذا الوادي. نصور لكم النصب وإن شاء الله تستمتعون بالمشهد، وننتظر تعليقاتكم حول هذا الفن الرائع.